تهجرنا من هنا ويا أخوي، رحنا ويا أمي تهجرنا، رحنا لسوريا، من سوريا رحنا من سوريا رحنا هناك، رجعنا لحصيبة، وهناك كنا نروح لحصيبة والسوق، رحت عصرة ويأخذون الدواش سجنون عبن ما رحت عصرة، ولا يوم يومين كانوا يطلعوني، رحت على هناك على أمي بحصيبة. والله كانت عالية يعني سعيدة ومرتاحين ومشمحلة ومناطقنا عايشين وخير من الله.